مساء الفل، عايزين نتكلم في حاجة ليها علاقة بالتلفزيون المصري أو الإعلام المصري بشكل عام. وجهات النظر المختلفة، بالذات إن التلفزيون المصري هل فعلا راحت عليه، ولا هو فعلا صاحب الريادة، ولا التلفزيون المصري من زمان عادي يعني عشان ما كانش فيه حاجات منافسة أو ما كانش فيه قنوات منافسة فكان ظاهر. وفي نفس التوقيت التلفزيون المصري بيفكرنا بشركة نوكيا، كان الرائدة في عالم الموبايلات وصناعة الموبايلات والتقدم، واللي فعلا كل حاجة، ومرة واحدة بقت نوكيا مش موجودة وظهر يعني موبايلات تانية وحاجات تانية، لكن في الآخر محدش فينا قادر ينسى موبايل نوكيا. بس أنا بتكلم في فكرة البصمة، يعني أنا التلفزيون المصري بالنسبة لي بصمة. بس عايزة أعلق على حاجة. أنت بتقول حاول إنه أعلي صوتك شوية. بتقول إنه علشان ما كانش فيه غيره، بس لما نيجي نرجع للخريطة البرمجية بتاعة التلفزيون هنلاقي إنه لأ، مش عشان ما كانش فيه غيره، هو كان فعلا مميز وكان فعلا منوع. طبعا يعني كانت كل الـ من أول ما بيفتح الساعة 7 الصبح أعتقد لحد ما يقفل بالليل، أنت عندك يعني وجبة دسمة بكل حاجة. يعني خريطة برمجية مدروسة من ناس بتوع إعلام بجد، يعني ناس دارسة إعلام. يعني تعالوا كده نفتكر مع بعض حاجات. أنا هسمعكم الصوت بس، لكن مش هنتفرج على فيديو. الأخبار ولا آخر الأنباء؟ دي آخر الأنباء، أو كان زي أهم أهم الأنباء. الأنباء. أنا فاكر كويس أوي، كنت ممكن تبقى واقف في المطبخ وتسمع الصوت ده تجري تشوف تجري ايه اللي بيحصل. عشان في أهم أنباء، وتبقى عارف إن في حاجة حصل. إن كان زمان بجد والله رؤساء التحرير في قطاع الأخبار أهم أنباء بمعناها الحرفي، انه اهم انباء فعلا، يعني نبأ يستحق ان يطلع اهم انباء. ايوه، انت عاصرت الفتره دي في قطاع الاخبار. طبعا، فكان يعني كان في شروط معينه عشان نطلع باهم انباء. الزمن اللي احنا فيه ده الشروط دي انا شفتها بعيني، يعني ان مره اهم انباء ازدحام مروري على المحور والله. فده يعني ايه اللي فيه اهم انباء؟ ما اعرفش. هو تمام، اصلا اوبشن العاجل على الشاشه بقى موجود طول الوقت، بلا استيعاب معنى. العاجل لازم يبقى موجود هو طول الوقت. عشان هو ده اللي شبه القنوات الإخبارية العالمية، بس فعليا اللي عمل القنوات دي كمضمون ما هو التلفزيون المصري، هو المذيعين المصريين وهو رؤساء التحرير المصريين، هم اللي عملوا الإعلام المصري. النقطة التانية إن التلفزيون المصري ده كان عبارة عن وجبة دسمة متنوعة. يعني ما اعرفش انت عاصرت القنوات المحلية؟ هو انا كنت بتفرج على الاولى والثانيه، لا، في حاجة اسمها بقى ايه، القناة الخامسة. بس تمام، دي اسكندريه اعتقد. دي اسكندرية. أنا عايز أقول لك إن القناة الخامسة دي، يعني مثلا ده، بصوا الناس القديمة هتفتكر برنامج طلباتك ايه على القناة الخامسة، الناس القديمة هتفهم. ده برنامج كان بيتباع على القناة الخامسة اللي هي اسكندرية، كان البرنامج كله عبارة عن إنك بتتصل تطلب، عايز تسمع أغنية، عايز أو زي تشوف ما يطلبوا مشهد المستمعون كده. بالظبط، اللي هو في الآخر اتنحت من كل البرامج واتنحت من كل حاجة الإذاعة. يعني الإذاعة يقول لك إيه، اتصلي أنا يعني ما أعرفش أحلى إيه الساعة إيه والكلام ده كله، تتصلي تحب تسمع إيه، ما هي في هو ده هو ده. طب أقول لك على حاجة جامدة مثلا، يعني مثلا تاكسي السهرة، فاكرها؟ انت لو سمعت اي مزيكا من الحاجات بتاعت التلفزيون هتربط على طول، رغم بقى ان انت كام عارفه سنه ما سمعناهوش. عارفه ده برنامج كذا، وبعدين بيقول برنامج مهما ده كسبت بتكتسب اصلا. كان بيجي الخميس. انا كان بصي جامد، والاسماء اللي على التتر انا ما اعرفهمش. تمام، المهم انه كان فعلا لما كنت تيجي تسمع يعني المزيكا تعرف انه برنامج وصناعه ومضمون وحاجه كده. انت كنت بتقول لي مين ملحن تتر نشرة كان محمد عبد الوهاب، موسيقار محمد عبد الوهاب، اخبار، نشرة اخبار محمد يعني عبد مش الوهاب. اي حد بيعمل اي حاجه كده. لا لا خالص. وبعدين كان الـ يعني مؤكد ان كان اللي بيبني
مضمون الاعلام مهما كان بقى الناس قراها ايه، بس كان فاهم اعلام. يعني ده برنامج حكاوي الهوى، كل الناس عارفه سامي الاتريدي وحكاوي الهوى اللي هو بجد بدون زعل، يعني هو دلوقتي صاحبه السعاده بالظبط، هو ما فيهوش اي فرق، هو بس الفرق ديكور وبس بقى شكله لطيف. وطبعا سعد يونس عامله حلو جدا، واحمد فايق بصراحه عامله حلو قوي، بس بالاخر هو حكاوي الهوي يعني بصمه، يعني المزيكا بصمه والبرنامج بصمه، محدش يقدر ينسى حكاوي الهوي كمضمون، يعني برنامج فيه مضمون. انت كنت بتتفرج عليه؟ اه طبعا. كان ايه بقى؟ عظيم. تحب تعيشي فيه؟ كانت عظيمه. ولما تقعد مع اي حد باي طريقه، البدويه والفلاحه وفي كل مكان، لا كان الله يرحمها كان برنامج تحفه. وتحس انها كانت هانم ومتصدقه. اه يعني العبايات اللي كانت بتلبسها، شويه عبايات عظيمه، شويه اكسسوارات عليها اللي هي كلها صناعه يدويه. طب مثلا افكرك بحاجه ما اعرفش تفتكريها ولا لا، بس ما تقوليش الاسم انا اقول لك. طيب طولها شويه. صبعي صوت وطي قوي، هبقى اركب الصوت عشان تسمعه. ده ايه؟ علم البحار. علم البحار. اه علم البحار ده وعلم الحيوان كان الحاجة المفضلة بالنسبة لي الجمعة. عارفة يعني ايه ان انا اثبت برنامج بيخاطب المواطنين بفئاتهم بقى العمرية؟ سر الارض ولا سر الارض؟ هنسمع سر الارض دلوقتي، بس فكرة ان انت تجيب له اعماق البحار فيها ايه، والحياة في البحر عاملة ازاي، واللي بيقدم راجل جليل وعالم، يعني اللي هو ان شاء الله بينا. بصي العلم والايمان. العلم والايمان، يعني تحس انها فعلا العلم والايمان. اقول لك بقى على حاجه جامده، يعني شوف الزمن ده من امتى؟ قديم جدا. فكره انك تخاطب الناس او تخاطب المجتمع بفكره العلم والايمان، مش الناس دلوقتي اللي مش قادره تعمل تعديل الخطاب الديني زي ما الرئيس حتى فعل. يعني ده كان دكتور مصطفى محمود بيطلع يتكلم في العلم والايمان بطريقه سلسه علميه مثقفه، تحس ان انت فهمت منه حاجات. وكان في نفس التوقيت الشيخ الشعراوي كان يجي الجمعه برضه، فانت كنت بتشوف الشعراوي سر الارض. يلا نسمع سر الارض. سر الارض جامد برضه، انا بحبه جدا يعني. فاكره؟ عمر الشريف. ده يا عمر الشريف وانغام. وانغام انا متاكد. بص الجمال. احمد ادم طبعا. ما هي شخصية العرموطي من هنا. الارض نادت وقالت تخيل ان ده كان برنامج بيتذاع على التلفزيون المصري بخطب الفلاح بس، والارض والزراعه. كنا بنقعد نتفرج. كنا نتفرج. كنت طفله ولازم اقعد اتفرج عليه. حتى لو ما عندكش ارض، حتى لو ما كانش من اهتماماتك الزراعه، بس كان فكره انك بتحترم كل الفئات وبتقدم لهم محتوى. بس السؤال، هل لو الحاجات دي اتذاعت دلوقتي هنتفرج؟ هو يمكن احنا اللي اتغيرنا. بصي هقول لك على حاجه، ما هو دلوقتي في ناشونال جيوغرافيك بتعمل وثائقي عن العلم وعن الزراعه وعن كذا وعن كذا، احنا المفروض كنا بنقدم ده بس ما كبرناهوش ما طورناش. كده قلت بيفكرني بنوكيا، احنا قدمنا كل ده تقدم. فضلنا ماسكين في اللي احنا عاملينه بالظبط. يعني لو ركزنا يا جماعه والله العظيم التلفزيون المصري اتنحت بجد، يعني اتاخد منه كل حاجه. الشيخ الشعراوي، بص تتر الشيخ الشعراوي، انت عارف ان دي اوركسترا عازفه المزيكا دي؟ انا هحط يعني لو عرفت احط لكم اسم الاوركسترا اللي عازفه المزيكا دي في الديسكربشن تحت، خلوا اسمعوها. تعرفين يعني ايه اوركسترا بتعزف
تتر المسلسل او تتر برنامج الشيخ الشعراوي. فيا جماعه لا، الموضوع اكبر بكتير من مساله يعني راحت عليه ما راحتش عليه. هو في حاجه حصلت خلت الموضوع يروح عليه. نسيب بقى الموبايل شويه. طيب ما هو في محاولات تطوير كتير بتحصل. بصي اقول لك ايه السبب بقى. تخيلي انت الاصل، ما بقول لك هو نوكيا بالظبط، تخيلي انت الاصل خلاص اهملتي نفسك وتخيلتي ان انت خلاص الرياده ومسكتي الموضوع، واللي حواليكي كلهم نحتوكي وفضوكي، فضوا منك التراث وفضوا منك الثقافه وفضوا منك الشروط. لما نسمع خيري حسن حتى ده خيري حسن يعتبر من الجيل اللي يعتبر الاحدث في قراءه النشرات، هو راجل استاذ قديم يعني. استاذ خيري حسن ده استاذ، تمام. نسمع استاذ زينب سويدان، نسمع استاذ احمد سمير ربنا يرحمه، نسمع استاذ اميمه ابراهيم، نسمع الناس دي، نسمع الناس دي يعني نفهم يعني ايه نشره اخبار شروطها. دلوقتي انت بتسمع مين؟ والله والله بجد ما حد يعرف اسمه، هي ماشيه كده بالبركه. فانا رايي هي احنا نوكيا، تمام. حتى صباح الخير يا مصر اتنحت اتنحت. احنا لما عملناه صباح الخير يا مصر زمان كان تلفزيون مصري اتعمل على امريكا، يعني كان في جود مورنينج امريكا كان قديم جدا، بس لما اتعمل صباح الخير يا مصر كان برضو وجبه دسمه بتخاطب كل الناس، وكنت ممكن تقومي من النوم الصبح تتفرج عليه. هاتيلي دلوقتي قناه فضائيه واحده بتنتج برنامج صباحي بيتشاف، خليها صراحه يا جماعه. والله انا هم كلهم زمايلنا وكلهم حبايبنا، بس خلينا نواجه بعض والله بالواقع. ما بيتشافش، ما فيش صباحي بيتشاف يا جماعه، ما فيش صباحي بيتشاف خلاص. شكرا. اقول لك على حاجه ثانيه، برغم الاختلافات بقى الجوهريه في الفكر في تصنيف عمرو اديب، انا شايف ان عمرو اديب ده هو الوحيد المصنف مذيع بجد. يعني ايه؟ عشان الناس ممكن تعترض، يعني عمرو اديب ممكن يقعد مع بواب، يعني مع القاء تحس انك مبسوط، واو باحترام صح. ممكن يقعد مع مطرب ونجم تحس انك مبسوطه، ممكن يقعد مع وزير تحس انك مبسوطه، يكلم رئيس تحس انك مبسوطه. ده اسمه مذيع، اللي في قارئ نشره، في مذيع، في مقدم برامج. يعني هو المفروض مقدم برامج زي هو المذيع، بس يعني في مذيع راديو. التصنيف ده حتى مبقاش عندنا، يعني في واحد بدون ذكر اسماء شعر ابيض وبيقعد يرجعه لورا كده، تمام. لما بيستضيف شخص ما هو الحقيقه يعني لما بيستضيف مثلا شخص متواضع بيحسسك ان هو مستضيف حد يعني ايه منع عليه بالاستضافه. عمرو اديب العكس صح، بيقلل منهم قوي جدا، اللي هو يعني يلا بقى انا هسمعك وبتاع، وتحس ان الفقره عايز يخلصها بسرعه. عمرو اديب لا، لو قابل صح. واحد بسيط جدا يبقى بسيط جدا وبتسمعه. يا جماعه دي الحقيقه اعلاميا واكاديميا، يعني عمرو اديب هو الوحيد المصنف مذيع. حاجه كده عامله زي احمد زكي لما كان يلعب لك ظابط تصدقيه، تاجر مخدرات تصدقيه، غلبان تصدقيه، غني تصدقيه، عنده ادوات، المهنه ادوات، فعنده الادوات. فانا نفسي انه التلفزيون المصري يرجع بقوته ونتلمع عليه وحواليه كده زي زمان. هل الوقت ما فاتش لانه يعني حتى دلوقتي التلفزيونات القنوات الفضائيه خلاص انا حاسه ان الوقت راح عليها، يعني كله دلوقتي بقى يتفرج على ديجيتال خلاص. خلاص الوقت كده فات على كله. ما فاتش كله بقاش موجود. ما فاتش، عارفه ليه؟ لانه انت لسه الموضوع كله عندك برضو، انت برضو هو في الاخر لو احنا عايزين نتاكد من معلومه بنروح التلفزيون الرسمي طبعا، بس ده برضو ما بقاش موجود قوي، لانه بمنتهى الصراحه وانا ما عنديش تفسير ليها، الرئيس لما بيحب يعمل مكالمه بيعملها مع عمرو اديب على ام بي سي مصر. ليه؟ عارفه ليه؟ سياسيا واعلاميا ان هو اكتر شخص مؤثر في المجتمع، فمكالمه راسه توصل اسرع واحسن، ومحاوره عمرو اديب افضل. طيب انا بتكلم اعلاميا ماشي، بدون ذكر اسماء، لما جينا نقول ايه طب خلصنا نقوي التلفزيون بالناس اللي ليهم ارضيه على في القنوات الثانيه، حلو، وجبناهم في التلفزيون، ما برضه ما بصي انت 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 بالظبط كده، هو نوكيا فعلا. انت مهما حاولت تعمل انت اساسا ما طورتش نفسك وما احترمتش المنافسه، ما احترمتش التطوير اللي موجود، ما احترمتوش. بس اللي اقصده انه انت فعلا كنت جامد جدا، انت ربيتنا، يعني التلفزيون المصري ده ال
الاساتذه اللي فيه دول ربونا فعلا. انت احنا نسينا حاجه، الدروس التعليميه او الدروس المتخصصه والله انا كنت بتفرج عليها، وكنت احب اتفرج على مثلا دروس معينه في تخصص احب اتفرج عليها. عارف كمان الخريطه نفسها كانت محطوطه في فن، يعني تصحى ايوه الاطفال صح، وامتى الساعه 1 تجيب الفيلم العربي للست اللي قاعده في البيت، وبعدين صح. برامج المراه، يعني المواعيد كلها كانت الميعاد مناسب، تحس انك لو عايز يومك يوم الجمعه. احنا كنا حافظين الخريطه البرمجيه، يعني يوم الجمعه دي بنقعد كده في البيت الصبح عارفين ده كذا ده كذا ده كذا ده ورا بعض كده هيحصل ايه، ومستنيين لان كل جمعه في مضمون حلو. صح؟ طبعا. انا كان يعني بصراحه مش عايز اقول ان احنا يعني بنميل للقديم او بنحب القديم، بس لا احنا بنحب نحط كل حاجه في مكانها الحقيقي، مكانها الطبيعي. يا جماعه لا، الناس اللي شغاله في الميديا والله بجد مش عيب نواجه بعض بالواقع، الواقع احنا مش موجودين. الواقع ان لو الميديا بقى ما اتطورتش وركبت موجه التطوير والتحديث واتقلبت للديجيتال ميديا بطريقه محترمه هيعمل زي التلفزيون المصري. ليه اقول التطوير مش امكانيات ان اجيب كاميرا واعمل استوديو مش عارف ايه؟ ما كانش فيها امكانيات. حكاوي الهوي، شوف انت لسه بتقولي ايه، الفقرات والعبايات اللي كانت بتلبسها وكلامها وطريقتها، ربنا يرحمها سامي اللي تربيت. لما بشوف دلوقتي على قناه ماسبيرو زمان بنتفرج، لما بتتفرج على بتفرج عليها طبعا لما بس مثلا تلاقي ما كانش فيه اضاءه، فيش يعني الدنيا ضلمه وهي كاميرا الناس بيغنوا وكشاف الكاميرا بس مضمون هو ما فيش هو يا دوبك يعني بس مضمون. تقعد تتفرج دلوقتي حقيقي. طب انت عارفه اللي انا برضو نسيت اجيبه ايه؟ ويبقى انتوا بقى شوفوه، برنامج حياتي. عارفاه؟ حياتي ده كان بيجي كده برضه يوم الجمعه، برنامج اجتماعي كان بيستعرض بشكل درامي مشكله اجتماعيه. مش ده عمله بعد كده جمال الشاعر اعتقد؟ كذا حد حاول يقلده وما عرفش، وحتى دايما لما حد بيقعد معاك بيقول لك الفكره دي يقول لك تعرف حياتي؟ زي خلف الاسوار كده. لا ما كانش بيجيب مشكله قانونيه. خلف الاسوار كبرنامج ناجح. لا بس حياتي كان بيعمل ايه بقى؟ مثلا في مشكله زوجيه فيستعرضها باداء درامي في البيت، فتتفرجي على المشكله تمثيليه شكلها عامل ازاي، وبعد كده هي بترجع تتكلم في حل المشكله دي ازاي. كان برنامج عظيم جدا، وفكرته في الاخر برضو فيها مضمون. يا جماعه المضمون مش الشكل، مش الديكور، مش البهرجه، مش 3D، مش الانمي، مش ده المضمون. ارتقوا بالمضمون وارجعوا للخريطه بتاعت زمان، لان ده الخريطه اللي كانت بتخاطب الشعب على فكره. عادي يعني، ما ده اللي كان بيخاطب الشعب وكان ناجح. ولازم ندرس الشعب نفسه، يعني زمان كانوا عارفين احنا الفئه عندنا مثلا طبعًا. فئه الفلاحين كذا وفئه العمال كذا طبعا، فنعرف احنا موجهين رسالتنا لمين. خلاص مش عارفين احنا انت تعرفي ابراهيم الكرداني؟ اعملي سيرش عن ابراهيم الكرداني، واعملي سيرش عن ابراهيم الكرداني اول مذيع مصري يقدم برنامج باللغه الانجليزيه. مصر كلها كانت بتحب ابراهيم الكرداني وكانت بتتعلم منه. الشعر الابيض كده الجميل. طبعا عايز اقول لك كانت بتتعلم منه جدا. حتى قطاع الانتاج يعني في الفتره من الفترات دي كان هو المسؤول عن انتاج المسلسلات العظيمه قوي. يعني هات لي مسلسل معلقش في وجدانك مش انتاج قطاع الانتاج. وتتر البدايه بتاعه احنا فاكرين، ولما غيروا اللوجو بتاعه شويه فبرضه عارفين. طبعا قطاع الانتاج اي مسلسل اسمه ومضمونه شخصياته والروايه لازقه في دماغك انتاج قطاع الانتاج. وكان في منتجين موجودين برضو كل حاجه، بس كان في حاجه اسمها قطاع انتاج الدراما في التلفزيون المصري. كان حاجه كده عظيمه وكانت بتنتج حاجه حلوه. ما ينفعش اقول لك ده انتاجها كان وحش، لا ده كان انتاجها عظيم جدا، وكان هو ده اللي بيتصدر للعالم العربي. هو ده التراث بتاعنا اللي احنا لسه لما بيتذاع بنتفرج عليه دلوقتي. بيتذاع بالظبط كده. اعتقد لان هو احنا اليوم كله هنذاع لهم مسلسل واحد، فلازم يكون يعني من وسط عشرات المسلسلات ننقي المسلسل اللي يستحق ان احنا نقدمه. يعني كانوا بيحترموا الجمهور جدا. جدا. انت عارفه ان كان في حاجه اسمها مسرح التلفزيون؟ برضو كانوا بيقدموا اعمال مسرحيه انتاج قطاع الانتاج في التلفزيون المصري، وكانت بتتصور، ومش شرط ان كلها كانت بتتعرض، يعني في حاجات منها احيانا ما كانتش بتتعرض، بس كان في نشاط مسرح. اللي هو لما جت من الاخر كده ام بي سي عملت مسرح مصر او الحياه حتى ما اعرفش في الباقي، يا جماعه ما كان مسرح التلفزيون موجود. فاكر مسرح الطفل؟
ولا مسرح الطفل والبرلمان الصغير. وبرلمان الصغير، وكان في برنامج بتاع اطفال اللي هو عروستي عروستي عروستي. مش دي كانت جوه مسرح الطفل واقفه؟ ما اعرفش فقره عروستي ماما ساميه مش عارف، بس كان انا اقصد انه او مش فاكر، بس كان فعلا كان عندنا محتوى مختلف متنوع وكله مؤثر فينا، يعني كله كنا بنشوفه. هاتيلي دلوقتي بقى برنامج معلق، مفيش. وعشان يا جماعه بس الناس اللي يقول لك ايه اصل احنا خلاص بقى، لا احنا مش خلاص، احنا البلد الوحيده اللي القنوات عملت قنوات مخصوصه على اسمها، ام بي سي مصر، الجزيره مصر، احنا بلد مؤثره. مهما اختلف الزمن او مهما حصل احنا بلد مؤثره اعلاميا واقتصاديا وحاجات كتير قوي. نفوق بقى، نفوق، يعني بلاش فكره انه اصل احنا، لا مش احنا، احنا جامدين قوي، بس نفوق نفوق ونحترم الشغلانه شويه ونسيب، لا ونسيب ناس، ونحترم الناس اللي احنا رايحين لهم، البيوت اللي داخلينها. فبس طولنا عليكم المره دي، بس هي ده هي دردشه مهمه في تاريخنا وفي التلفزيون المصري اللي هيفضل التلفزيون المصري، اللي هو انا قلت ان هو بيفكرني بنوكيا، بس هو فعلا برضو انت مش قادر تنسى نوكيا طبعا، انها علمت فيك. فهو التلفزيون المصري هو اللي اثر في العالم العربي مش في مصر. صح. فبس باي باي. باي. سلام عليكم.